سيدي هذا الشيء اللي شفنا من هاد الناس هادو جيراننا كانت فاجعه، كانت فاجعه. احنا كنا جالسين في ديورنا وفجاه انت كنسمعوا هاد الناس جيران مساكن جاهم هاد المشكل هذا، فاحنا شدينا وليداتنا من الزنقه وشدينا احنا من نهار بدا هاد المشكل هذا وحنا شادين وليداتنا. ولكن هاد الجيران هادو ديالنا فجاه انت كنشوفوا هاد المرض هادو اللي جاهم مساكن فبقاو فينا صراحه انهم كيلعبوا مع الوليدات وكيكون معنا فالمونا واحد الالم الله اللي كيعلم. الساكنه هذا كلها كانت عندهم واحد الخلعه وواحد الفزعه في قلوبهم اللي كانوا في الاول كانوا كيسحب لهم هادشي غير ضحك، ولكن ملي شافوا في الحومه هادشي وقع فكلهم دابا تخلعوا كلهم شدوا وقهرهم في ديارهم. في الاول كانوا كيقولوا واقيلا هاد الشيء هذا، ولكن ملي شافوا المباشر فتالموا حتى هما، لان داك الدراري صحابهم وكيلعبوا معاهم هو ولد الحومه معاهم وداك الشيء. فكنطلبوا الله سبحانه وتعالى الله يلطف اللطف من عند سيدي ربي والله يهز علينا هاد الوباء ويهز علينا هاد منضبطين الناس ومنضبطه الحومه والوليدات ما كيخرجوش، الوليدات كيقراو في ديورهم. احنا ملتزمين كتخرجنا الا الضروره، الا غنخرجوا نتسخروا ورجعوا بحالاتنا. والناس كلها شاده وقرها في ديورها والوليدات في ديورهم، الناس كلها والسلطات الله يخلف عليهم حتى هما قايمين بالواجب ديالهم، الناس قايمه بالخدمه ديالها، الناس شي كيحترم شي. واخا حنا كنسكنوا في واحد الحي شعبي ولكن هكا كاين احترام، كنحترموا السلطات ونحترموا هذا الشيء، لان هذا الشيء غيضرنا حنا ويضر وليداتنا ويضر الناس اللي دايرين بينا. فاحنا خاصنا داك الشيء اللي كيقولوا لنا هو اللي غنديروه. فهما خايفين علينا وخايفين حتى على رياسهم، لان الا جينا نخرجوا راه غنتالموا حنا ونتالموا هما وهما غيكثر عندهم الخدمه. فحنا نشدوا وليداتنا والناس تشدوا وليداتهم الله يجازيهم بخير. وهذا الشيء راه ماشي كذوب، هذا الشيء راه الواقع، راه حنا كنشوفوا هذا الشيء كيالم. النصيحه اللي غنعطي للمغاربه كاملين، هذا الشيء راه كاين اخوتي المغاربه، راه حنا كنا مضرورين، راه لا اللي في الخارج المغرب ولا اللي داخل المغرب. فالناس تشوف هذا الشيء اللي عطاه لنا الله ونتالموا ونطلبوا ربي. حنا الحاجه وحده اللي غنديروا نطلبوا الله، هو اللي غيشافينا، هو اللي غيهز علينا الوباء، هو اللي غيشوف من وليداتنا ونشوفوا من هذا الشيء اللي هنا واقع. وهذا الشيء اللي كنشوف الله يجعل ربي يرحمنا برحمته. وهذا شهر رمضان كيدخل علينا وعلى جميع الامه الاسلاميه بالخير وبالصحه وباللطف، ويكون واحد المحنه بيناتنا والخير من هذا الشيء اللي حنا كنشوفوه دابا وقع. فخاص يكون الخير بيناتنا ويكون المحبه بيناتنا، والله يجعل سيدي ربي هذا الشهر رمضان يدخل علينا بالصحه والخير والعافيه، ونطلبوا ربي سبحانه يهز علينا هذا المرض في هذا الشهر المبارك ان شاء الله. والسلام عليكم.